مغامرة طائر تكشف تواجد السلاوي معها. شاهدوا المزيد من التفاصيل. ظهرت قمر طائر يوم في السيارة مع السلاوي وابن عمه بشير، حيث قامت بنشر ستوري وهي تغني، وسألها بشير هل أعلي لك الصوت؟ ليجيبه السلاوي بأن قمر عم تصور ستوري، وهي أنهت الستوري بسرعة وهي تضحك. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟ Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. فايوا والله اليوم حنزلكم ستوريات بيتي، وذكروا لي ليش تاخذت شنو المناسبة. ماكو اي شيء حرفيا، بس ايش تغيير مودي نو. بس والله شو اوكي عمر، في تحدي على بولينج. اوكي whoever loses اللي بيخسر شو بيعمل؟ انت اللي بدك اياه امري فيه، لانك انت البنت ما بشرني. تمام احنا والله 3 جيمز على تورو سكور بالاخر، بنلعب على تورو سكور، يعني على كيف تحكي تورو سكور المجموع. تمام تمام. واذا خسرتي قمر عادي. اوكي اي لايك ذات.